أنا من مواليد مدينة رام الله والبيرة. دراستي البكالوريوس والماجستير كان من بيرزيت. بعتبر اليوم شغفي حقيقة إنه أكتشف شغف الشباب والناس ونحول هاي الطاقة العظيمة والإيجابية لمشاريع ريادية ابتكارية. وأيضا شغفي متعلق بالموسيقى كوني درست الموسيقى وجاي من عائلة فنية. لذلك أنا بآمن بدور الإعلام بنشر الإيجابية ودور المبادرات ودورنا إنه نخلق هذه الطاقة الحلوة بفلسطين. هذا أنا سائد كرزون. عندما يولد الإنسان يخرج من بطن أمه ومعه صخرته الكونية ورموزها السرية، ومع مرور الوقت فإن بعض الناس يدركون أهمية البحث عن هذه الرموز ويخوضون مغامرات لكشف أسرارها، وبعضهم يكتفي بحياة تقليدية روتينية بلا شغف. هذا اقتباس من كتاب 30 رقما سريا لكاتبه سائد كرزون. سائد، أهلا فيك بهذا. أنا يا أهلا وسهلا، شكرا جزيلا. بنرحب فيك بداية. بالعادة لما إحنا بنقول سائد كرزون على طول بيخطر ببالنا ابتسامة عريضة، طاقة لا محدودة. خبرنا شو سر هاي الطاقة؟ السر إنك بدك تضل تدور عن جد على الإشي اللي ببسطك واللي ببسط الناس اللي بتشتغلي معهم. والسر أعتقد هو بالطفولة، يعني كيف أنت بتطوري هذا الإشي. فكانت الناس بمرحلة تقولي من وين هاي الطاقة نفس هذا السؤال. هو بجوز من ربنا، بجوز هيك شخصيتي، بس هذا أنا. طفولتك لو بدك تقول عنها جملة، شو الجملة حتكون؟ طبيعة. طبيعة، نعم. طيب سائد، بما أنك ريادي منذ الطفولة مثل ما احنا بنعرف، صح؟ يعني بتأمل أنا هذا اللي سمعته، بس إنه ممكن كانت تعريفك للريادة بيختلف بهداك السن. خبرنا، صح، شو كان تعريفك بهداك الوقت؟ بجوز بهداك الوقت إنك أنت تحاولي تطلع من صورة بنالك إياها المجتمع، من صورة وصمك فيها المجتمع. كيف بتطلع عليك المجتمع والناس، البيئة المحيطة كلها، المدرسة، المدرسين خصوصا. انه انا كمان كيف الناس بلشت تعرف قصتي، انه انا ما كنتش بالمدرسه شاطر ابدا، وكانوا يحكوا لي بالفعل الغبي والهبيله والحمار كمان. فهي الناس صارت تعرف هالكلمات لانه كتبتها اخر فتره. فهاي بدك انت بتبلش الرياضه انك تطلع من هاي القصه، من هاي الفيلم، من هاي الحكايه اللي المجتمع رسم لك. ممكن تكون هي حافز، وبنفس الوقت أكيد ممكن تكون سجن، خلينا نقول الواحد يضل بهذا 100%. كيف انت قدرت تطلع منه؟ قدرت لانه صار معي ظرفين صراحه. الاول انه انا ابوي اصلا موسيقي، فخلاني على عمر 10 سنين اطلع اتعلم بالمعهد موسيقى. حنحكي عن الحمر، هذا الموضوع كمان شوي. فهون كسر لي حاجز. الاشي الثاني، عمر 15 اشتغلت على بسطه على المناره، أبيع اكسسوارات لهيك عم بقول لك أنت ريادي من الطفولة. فهدول كسروا لي حواجز، هدول خلوني أفكر إنه أنا إنسان آخر مش زي ما الناس حكت. بما أنك خريج صحافة وإعلام، نعم، قديش هالإشي ساعدك بعملك الريادي؟ بصراحة فتح لي آفاق مرعبة كبيرة جداً. فأنا لما درست موسيقى واشتغلت بالحسبة واشتغلت بالعتالة وفهمت العالمين، الثقافة والعالم البسطة وهيك، وقررت أروح للإعلام لأنه كنت حابب أحكي، عندي طاقة بتحكي للناس عن أشياء، بدي أغير، بدي أشتغل، بس مش فاهم لساتني توجيهي صغير. فقررت أروح على جامعة بيرزيت أدرس صحافة وإعلام. وهون دا أقول إشي دايما أنا في كل مقابلة بحكيه، وقتها أبوي خسر كل مصرياته، ما ضلش، كانت الانتفاضة الثانية، خسر كل شيء. فأمي باعت آخر قطعة ذهب، فأنا شايلها أمانة يعني بسببها. فبعت واشتغلت بمصنع ومخبز، وحوشت القسط مع قطعة ذهب أمي، ودرست بجامعة بيرزيت. وهي كان حلمها، بعدين قالت لي إنه هي حلمها أطلع إعلام، فكمان حفز أكثر. فدرست إعلام إذاعة وتلفزيون، ومن هناك انطلقت بالإذاعة، بدي أحكي مع الناس، بدي أشرح لهم شو جواتي. ومن هون الخلطة صارت فن ثقافي وإعلام 100%. فاخترت الأداة اللي
تخليني أفجر هالطاقات اللي جواتي. معنا في الاستوديو المدون الشاب حافظ عمر، المدونة لينا السعافين، المدونة فنان عوايسة، والمدونة تامينة حصري. أهلا بكم جميعا. جميل سعد، على سيرة الموسيقى احنا بنعرف انك من عائلة موسيقية بحت، خلينا نقول صح. احكي لنا على اي مدى سعد كرزون مرتبط بالموسيقى؟ طبعا لسه بعدني امبارح بضلني اعزف، بضلني اتمرن. انا كنت من مؤسسين جمعية الكمانجاتي مع رمزي ابو رضوان من مخيم الامعري، واللي الحلم تجمع. انا عرفت قيمة الموسيقى لما تغير حياتك، ورمزي من المخيم وأنا ابن مدرسة الأمعري بالمخيم الأمعري بالوكالة، فاجتمعنا على نفس الحلم أنه نأسس إشي للأطفال، أطفال المخيمات والقرى، ونروح ونسافر لأنه بتغير حياة. هلأ ممكن موسيقى، ممكن صلاة، ممكن تأمل، أي أداة تغير لك حياتك. فمن هناك جاي الأشياء، وأنا كنت أشوف أبوي لما يطلع على الحفلات، عمي مدرس موسيقي، كل العيلة، فخلص بتصير أنت ابن بيئتك. وهذا اللي حولته فيما بعد، وإخوتي كملوا بفرنسا موسيقى ورجعوا يدرسوا، فبتضلك بهاي الأجواء. لسائد كرزون حاليا شو بتعني لك الموسيقى؟ هي المنفس صراحة. يعني امبارح لما أنا بدي أفكر بإشي، لما بدي أرتاح أطلع من ضغط الشغل وضغط الناس وضغط المراكدة والحياة المادية، بروح بعزف. عند أي عمر شعرت بأنك وصلت للنضوج وللمعنى الحقيقي لسائد كرزون الريادي حاليا؟ الصراحة بتمنى أنه ما أوصل له، لأنه هو بضله كل حياتك. أنا أعتقد إذا وصلتي له بتبطلي تستمتعي، بتبطلي تبتكري، بتبطلي تتعلمي. وبحب أتعلم، أنا طول الوقت بخطأ وبتعلم وإلى آخره. فإذا وصلت لنضوج ببطل ألعب، وبالتالي ببطل أفكر بأشياء جديدة، لأنه اللعب والعقل الطفل هو اللي بيجيب فكرة جديدة. يعني رح نحكي على المشاريع اللي اشتغلناها، لو كنت بعقلانيتي بتقدمش خطوة، بخدش مخاطرة حتى. فبتمنى انه ما وصلش للنضوج. سائد خبرنا كيف قدرت تنمي الريادي يلي جواتك؟ بالتجارب، بالدراسة، بالقراءة، ولكن عن جد الأهم بالسفر. السفر. يعني انا كنت كثير احب اسافر، بسافر كثير. كنت اقعد 5 أشهر ببلد، 6 أشهر، شهرين، شهر، اسبوع، اسبوعين، وهكذا. هو اللي صراحة فتح لي آفاق كبيرة. وضيفي فيما بعد الانترنت. خبرنا كيف منقدر نحول الأزمة لفرصة. جميل. وصلت لما لوقت كنت أخاف من الأزمات، وصلت لوقت لما يصير في أزمة مباشرة أعرف في فرصة، بس بدها شوية وقت، بدها شوية متابعة. مجرد ما أنك أنت عندك مشكلة صدقا، بس ترجع خطوة للوراء وتفكري فيها وتقولي أنه ربنا ما بعتها صدفة، بعتها أنه أفكر بحل. الحلول اكتشفت انها مشاريع. اذا الناس دا تحكي بشكل مادي، دخل، جوائز، الحلول هي مشاريع جديده، الحلول هي ناس جديده، الحلول يعني كتاب جديد، يعني قراءه جديده. شو بدك احلى من هيك؟ فالازمات فرص. طيب سائد، كونك انت تعرضت للتنمر، كيف ممكن تحقق، يعني اذا اطفال عم يجوك عم يتعرضوا للتنمر، كيف بتبلش معهم انه تطلعهم من هاي الحاله؟ عشان هيك عملنا مشروع الجبل، اللي هو اكتشاف تحليل ذكريات الطفولة. في ناس لأنه تم تسميتهم أسماء هم ما بحبوها، ضلوا عالقين في هاي الذكريات مش قادرين ينتجوا. في ناس اللي أهليهم أجبروهم على ممارسة طقوس معينة، لليوم هم مش قادرين يتحرروا ويكونوا شخصياتهم. في ناس لأنه تزوجوا غصب عنهم، فتيات، لليوم مش قادرين ينتجوا، يطلعوا للحياة وينتجوا عائلة صحية سليمة. فأعتقد
إذا ما عن جد جميعنا اشتغلنا على تحويل التنمر لعلاج وراحة نفسية وتأمل ونرجع نفهم حالنا، أنا بقولك بنكون أمام إنسان عن جد عبقري ومنتج. الجبل حاضنة أعمال في الطبيعة الفلسطينية لاكتشاف الشغف وتحويله لأفكار مشاريع اقتصادية اجتماعية وثقافية. يقدم برنامج الجبل لريادة الأعمال خدمات متنوعة للمشاركين، من تصميم للهوية البصرية وانتهاء بالدعم المادي بمبلغ يتراوح ما بين 4-8 آلاف دولار. نسافر في رحلة الجبل مع الرياديات والرياديين للاستثمار في الذات والهوية. مشروع جبل يلي انولد مع سائد كرزون وعم يكبر معه، احكي لنا عنه أكثر. مشروع الجبل عن جد بعتبره عمق شغفي، اللي هو اكتشاف شغف الشباب والناس من خلال تحليل ذكريات الطفولة. زي ما انت شايفة مشروع بسيط متواضع، اللي هو عبارة عن حاضنة أعمال في الطبيعة، وانتوا جايين دخلتوا طريق ترابية بين ثلاث قرى، دير بزيع، راس كركر وكفر نعمة، اللي أحكي للناس أهمية الأرض والطبيعة بشكل عملي مش تنظيري، واللي هو عبارة يصير عن مكان لالتقاء الشباب الريادي المفكر المنتج اللي بدهم يطلعوا بشركات، يطلعوا بمشاريع، يوفروا فرص عمل، حياة كريمة، يشعروا بانتمائهم للبلد. فالجبل من هون طلع، واللي بالفعل بال2016 بذكر كنت أنا بإقامة في البرتغال في الطبيعة بالضبط نفس الجبل بالضبط. فألهمني أنه أكتب الفكرة وأكتشف شغفي كمان وأرجع على فلسطين نبلش هالمشروع. وبعدين بعد أكم من سنة لما بلش يعني الناس تسمع عنه ظهروا لي شركائنا الرائعين، مؤسسة دروسوس بفريقها الفلسطيني وهي مؤسسة سويسرية، واللي شالوا عني حمل هائل، فأجوا شاركوا شو المشروع، عطناهم مقترح للبرنامج كامل. فاليوم هم اليوم عندنا شباب، صرنا مؤسسين 8 شركات، تخيلي، مدرة للدخل، مشاريع، أحلام عم تتحقق. فالجبل هو تحقيق أحلام الشباب. يلي بنعرفه كمان إنك بتركز مش بس على الفكرة وعلى الحلم، بتركز على البني آدم يلي عم يحلم كمان. يعني إحنا لما أجينا هون قاعدين هلأ بأحضان الطبيعة، الجو كتير رايق، يعني مجرد ما إحنا نيجي هون ترتاح نفسيتنا. خبرنا قديش أنت بتركز على هاي الناحية. أهم إشي في الجبل هو الإنسان، عشان هيك عملناه مكان حتى الشجر يكون، يعني أنت أهم، يعني أنت العنصر المهم، والشجر والطبيعة كلها بيكملوا بعض وانت بتكملي الشجر والطبيعة. قررنا بالجبل نركز على الإنسان نفسه، نكتشف له ذكريات ونعطيه تأمل، يوغا، ميديتيشن، راحة نفسية. يجوا الشباب يلتقوا، يبعدوا عن الضوضاء، عن الإزعاج، عن الرقد، عن الحياة المادية، عن الإنترنت، عن السوشيال ميديا، يبطئ، يجي يفهم حاله، يحل ذكريات طفولته. فبنجيب لهم مدربين من مختلف التخصصات، مدربين يعطوهم جدوى اقتصادية، مدربين بالراحة، مدربين أنا نفسي بدرب باكتشاف شغفهم، ولقاءات فردية طول مدة 6 أشهر. فبالآخر بوصلوا لمرحلة يقدموا لجائزة الجبل ويحصلوا على تمويل، اللي بيفوز ويكمل مسيرته، ونشبكوا مع مستثمرين. تخيلي فلسطيني الشتات دائما بيجوا على فلسطين بدهم بيبحثوا عن مشاريع، رح نجيبهم على الطبيعة. تخيل اليوم احنا عم نطلب اكلنا وعمال الجبل والكل الصنايعية اللي دخلوا هون كلهم من القرى المحيطة. فتحنا طرق، هذه ارض سي كمان مهددة، ثبتناها. هاي نقطة مهمة نركز عليها. كلها تحديات كبيرة، ولكن صدقا فخورين فيها، صدقا فخورين. يعني انت لما بتفتح طرق يعني عمليا فتحتي افاق لكل المزارعين. صحيح. لما بتجيبي مواد خام تشتريها من كفر نعمة، هي دخلتي مصدر دخل. لما كل العمال من دير بزيع، من بلعين، من كذا هون، الشفرية اللي بوصلونا من دير بزيع، المي من عين عريك، هذا شيء جميل، هذا عن جد شيء جميل. تخيل وضيفي لشباب وناس، وعندنا وزير الريادة كان، وزراء ومجالس قروية هون مفتوح للناس، عندنا المجموعات من القرى، في عندنا صبية من بلعين جنبنا الآن هي بمشروعها، صرنا نطلب من مطبخ بلعين كمان. هذا إشي جدا عن جد رائع. Welcome to the mountain. The mountain is a business incubator and a design thinking center in the middle of the nature between two Palestinian villages. A cozy place for entrepreneurs, human rights defenders and change makers to come together. In 2017,
I fell in love with this piece of land and decided to take out a loan in order to buy it. We started designing the master plan with expert engineers. At the end of 2018, we took action. In June 2019, we signed a partnership agreement with the Drosses Foundation in order to fund the mountain training programs and activities for the coming 3 years. Our friends encouraged us to start asking for your support. This is why we launched this crowdfunding campaign. هل توقعت بأنه ينجح مشروع جبل هذا النجاح؟ مش بهالسرعة. يعني أنا اللي صراحة أنقذوني وبشكرهم جداً شركائنا مؤسسة دروسوس اللي عن جد آمنوا بالفكرة زي ما هي. فريق فلسطين رائع جداً. أنا كنت باني أنه صراحة بده لسه 5 سنين. فما ريحوني 5 سنين بالراحة قبل ما أبني وقبل ما أشتغل. وصعب يجي تكلفته هائل البرنامج كمدربين وكأكل وشرب ومواصلات لهون وإلى آخره. فهم أجوا شالوا كل هاي. فتخيل لوين. فهذا اللي بنحكي للناس، بلش مشروعك ابنيه صح، اشتغل عليه بضمير وأخلاق وشفافية صح، صدقني راح تلاقي مين يجي يساعدك. ثلاثون رقما سريا هو نعم. كتاب لإلك عمل ضجة كتير كبيرة خارج حدود فلسطين. كتير من الدول الأوروبية حكت عنه، بنحكي عن فرنسا عن أمريكا، ووصل ل 30 مليون بني آدم، يعني رقم ضخم جدا يا سائد. نعم. خبرنا بداية شو أهم رقم بال 30 رقم السري؟ أهم رقم هو بجوز 30 اللي هو بداية الرحلة. الناس بتفكر 30 انتهاء الرحلة، ولكن هو عن جد المجرة 30 هي بداية الرحلة، بداية اكتشاف الذات والشغف والمشاعر والطموح. فهو أهم رقم. ليه اخترت يكون الأرقام سرية؟ شو المغزى؟ كنت حابب الناس تفوت وتصير جزء من الحكاية. يعني اللي بيقرأ يصير بمرحلة، أنا بقول عن 30 بس بجوز بعد 7 تصيري انت 8 و9 و10، بعدين بنط على 16 بالفعل، وتشوفي انت جزء بحكي عنك، بحكي عن القارئ. فهذا اعتقد كان متعته يعني بالنسبة لإلي. بما انك مش كاتب يا سائد، شو خطر لك اساسا تبلش فكرة الكتابة؟ اصلا فكرة انه مش كاتب كانت مرعباني بحد ذاتها، شو الناس ده تحكي، شو الناس ده تفكر، هل بالمستوى المطلوب؟ بجوز عشان هيك اخذ وقت، وعرضته على كثير ناس ينتقدوه ويرجعوا لي بآرائهم وارجع واطور. فلهذا السبب بجوز اعتقد لما تعبري عن شغفك عن جد الاشي بيحمل حاله. شو رسالة سائد كرزون يلي بيحاول يسمعها لكل العالم؟ خلينا نقول شغف. شغف أجمل كلمة، شغف. بالأخير بدنا أمنيتك يلي أنت بتتمنى أنها تتحقق، أنه أضلني بصحة وعافية وأشتغل وأقدم إلي وللناس ولأهلي ولأطفالي كل الخير. سائد كرزون، نفتخر جدا بوجود شخصية فلسطينية بتمثل فلسطين خارج البلاد وبتدعمها من الداخل بهذا الشكل الجميل وبهاي الابتسامة. ثانك يو سائد، شرفتني بهاللقاء وبهاي الابتسامة، ابتسامة سائد كرزون، بننهي حلقتنا لهذا اليوم.